حضرتك ارجعي الكلام بتاعي اللي انا قلته هنا وقلته في الجرايد وقلته في كل حته، قلت رابعه ولا زلت عند رايي، رابعه اعتصام مسلح وليس اعتصاما سلميا. واللي بيقول انه اعتصام مسلح، تقرير طالع من العفو الدوليه يوم 2 اغسطس اسمه القتلى والتعذيب بواسطه انصار مرسي. حلو قوي. اعتصام مسلح لازم هيتفض بايه؟ بتسليح، باطلاق نار وقتل، لانه هو اعتصام مسلح. قلت واكرر ولغايه دلوقتي لا يوجد تحقيق حتى بتاع حقوق الانسان، انا مش يعني حاسس انه متوائم، لا يوجد تحقيق مستقل يجعلنا نعرف هل حصل استعمال مصرف للقوة ولا لا. في فرق بين ان مبدأ الفض غلط، لا طبعا مبدأ الفض صح، ومبدأ الفض بالقوة صح، لان انت لان ده اعتصام مسلح، انت بتعذب الناس وبتقتلهم وبتطلع مظاهرات، يعني ضربوا رصاص على العياده بتاعتي يعني مش وبيرجعوا يوم ما موتوا في المانيا 16 واحد وراجعوا مدينه نصر ودخلوا محدش قال لهم، فده كان اعتصام مسلح. فضوا هيبقى بالقوه المسلحه، لانك بتضرب رصاص هتاخد رصاص. الاكسسيف يوز اوف فورس بقى اللي هو الاستعمال المسرف للقوه، الاستعمال المسرف للقوه ده عايز تحقيق، انا ما اقدرش. والكلام ده في كل الاحداث من يوم 28 25 يناير لغايه دلوقتي، احنا كل الاحداث دي انا بقدم فيديو وده بيقدم فيديو، انا بقول لك ده كان المفروض كذا، لم يحدث. عشان كده في حاجه اسمها العداله الانتقاليه، انك تدي مجموعه من القضاة المستقلين سلطات حقيقيه يقول لك والله حصل ارتكاب جرائم في فض رابعه لانه ما كانش من فلان وفلان وفلان وفلان، يقوم دول يتحاسبوا. انما انا لا، انا مع فض رابعه ومع فض رابعه بالقوه وبالقوه المسلحه، لانه ده اعتصام مسلح. هعمل له ايه؟ اعتصام مسلح، ناس بتطلع تضرب نار وتقتل ناس، خلاص؟ ما اقدرش الحقيقه ان انا ما افضهمش، بالعكس ده انا شايف ان الفض اتاخر، لان انت سبتهم شهر ونص بيدخلوا اسلحه وبيدخلوا اسمنت وبيعملوا حاجات وبيطلعوا مظاهرات.